بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. شباب النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع هذه الحلقة جريديانت الجزء الثالث هنتكلم سبيسيفيك برضو على لينير جريديانت، بس بنوع من انواع التخصيص شويه. اللي حصل باني في البورد بتاع الديسكشنز زهراء سالت سؤالين او طلبت تصريح على موضوع الجريدينت وبالذات الانجل الزوايا، وهي كانت عايزه تنفذ تاثير معين على الخلفيه. تقريبا انا ممكن اكون فهمت هي عايزه تعمل ايه، ممكن تكون عايزه تركب صورتين على بعض، واحده فيهم عايزه تخليها جريديانت، وده كان الشاهد من الموضوع من البدايه خالص يعني. فعشان كده هنحاول نقصر حلقه اليوم علشان نرد على سؤال زهراء وندي الناس شويه مفاهيم كده. الشهادة يا جماعة، الحلقة بتاعت اليوم يعني هتمشي على نفس السيناريو بتاع الحلقة اللي فاتت، بس مش هنكرر فيها النقط، يعني هنحاول نتناول النقط بشكل مختلف شوية. ربنا ييسر كده إن شاء الله بإذن الله. بصوا يا جماعة، أول نقطة أنا عندي في مشوار الأنجلز على طول، أنا هدخل إن ديبث في الموضوع. في مشوار الأنجلز الزوايا، الناس اللي ما شافتش الحلقة الأولانية هيبقى عندها ميس كونسبشنات كتيرة لما بتتفرج على الحلقة بتاعت النهاردة، تمام؟ فبالله علشان تتفرج على الحاجة على حلقة النهاردة لازم يكون عندك بريف ديسكشن، اسف، بريف فيجن، رؤيه مسبقه عن يعني ايه جريديانت والقيم والدرجات والكلام الفاضي ده، تمام؟ انا الانجل يا جماعه بمنتهى البساطه عباره عن طريقه من الطرق اللي بقدر بيها احدد الدايركشن بتاع الجريديانت بتاعي. متفقين؟ جميل خالص. عندي طريقتين بيهم بقدر احدد الدايركشن ده، تمام؟ اوكي، اول طريقه اسمها unprefixed new syntax، اسمها تاني كده unprefixed new syntax. بالله يا جماعه انا نكتب السطرين اللي جايين دول، تمام؟ طيب اهو هنقول كده، في الطريقه دي بتحدد الدرجه صفر، يعني الزيرو ديجري، على انها من تحت لفوق، وبعدين بقيه الدرجات كلها بتمشي في اتجاه عقارب الساعه كلوك وايز. فمثلا هتلاقي ان القيمة 90 بتعمل لك الجريديانت من فين يا جماعة؟ من الشمال لليمين، ده لو انت كنت شغال على الانبريفيكسد نيو انجل نيو سينتاكس. ايه هي الانبريفيكسد دي؟ الانبريفيكسد دي بمنتهى البساطة، انا اسف على كلمة ريبيتنج ديت، هنتكلم عنها كمان شوية، ان انت بتبتدي تشيل له الفيندور بريفيكسز بتاعك، تمام؟ يعني انت لو شلت الفيندور بريفيكسز بتاعك وما حطيتش فيندور بريفيكسز ورحت حاطط هنا صفر ديجري واخدت الكوما بتاعتك وعندك جريديانت على لونين، ايه اللي هيحصل لو عملت ريلود؟ هلاقي الجريديانت مشي كده. نعيد السيناريو مره ثانيه اهو، في النوع ده اللي هو الانبريفيكسد نيو سينتاكس، انت ما بتحطش الفيندور بريفيكسز الخاصه باللينير جريديانت. انا شلت الويب كيت يا جماعه، عيد السيناريو مره ثانيه بالله ما حد يتوه مني يا جماعه، احنا شغالين على فيندور بريفيكسز من نوع ويب كيت، لو علشان انا شغال على كروم، الناس اللي بتتابع الكورس ومش شغاله على كروم الجريدنت مش هيظهر معاها، يعني لو ما حطتش الفيندور بريفكس الكلام ده، لو كنت انت بتتابع الكورس متاخر او لو الامور حصل فيها امور في المستقبل، لكن الكلام ده يعني ايه مش راح يثبت، كده كده راح يتغير ان شاء الله. فعشان كده انا بستخدم ويب كيت. انت لو انت بتعمل بريفيو من اي براوزر تاني حاول تستخدم الفيندور بريفكسز اللي بتتناسب مع البراوزر معاك، وعلشان تعرف يعني فيندور بريفكسز بالله تابع الحلقه بتاعت الفيندور بريفكسز، الكورس كله مبني على بعضه، فايه عشان تحقق اعلى نسبه انت جاي حاول تتفرج على الكورس بالترتيب كده حلقه حلقه، تمام؟ هم كلهم كده بيكملوا الصوره لبعض. نرجع للنقطه بتاعتنا، ادي الامبريفكس امبريفكسد، انا ما حطيتش، انا شلت الفيندور بريفكسز اللي اسمها ويب كيت من براوزر كروم بتاعي وحطيت اللينير جريدينت دايركتلي على طول. فاللي حصل ايه يا جماعه؟ ان اللون الاولاني بيجي من تحت لفوق، ده اللي انا كنت بقوله اهو، بتميل انها تحدد الدرجه صفر على انها من تحت لفوق، وبقيه الدرجات بتمشي في اتجاه عقارب الساعه. يعني ايه في اتجاه عقارب الساعه؟ ناخد مثال كده، ادي بكنترول سي، والمره دي هنطبقه على الديفيجن 02 يا جماعه، وهنغير الزاويه ونخليها بدل صفر هنخليها 20، تمام؟ 20 درجة 20 ديجري. وبص على المثال الثاني هتلاقي ان الجريديانت بتاعك اهو كان في النص بس اخد له وردة في اتجاه عقارب الساعة، يعني هو بيلف كده، الناس فاهماني؟ بيلف في اتجاه عقارب الساعة.
متفقين يا جماعة؟ اوكي الله المستعان. خلونا نضرب مثال تاني ونجرب شوية من المشوار بتاع عقارب الساعة 03، هيكون عبارة عن 50 بيكسل المرة دي يا جماعة. ده ممكن يوضح اكتر شويه. في 03 الديفيجن الثالث هتلاقي ان الجريديانت اهو ابتدى ياخد كورنر شويه، هنا ممكن يكون كان لسه ليه اثر، هو بيلف يا جماعه، بيلف مع عقرب الساعه من الشمال لليمين. طب ايه رايك ما نعلي كده القيمه ونجيب من الاخر، او يعني خلونا نحط على 04 ونقول ان 04 ده هو اللي هيشتغل على ال 90. ففي ال 90 هتلاقي الجريديانت عمل لك ايه يا جماعه؟ الجريديانت ابتدى من الشمال لليمين، لان هو كان ماشي ماشي لغايه لما وصل لزاويه 90، فبيجي الجريدينت من الشمال لليمين يا جماعه. الناس فاهماني؟ اوكي نفس السيناريو بالظبط لو انا كملت على القيم وعليت على ال 100، يعني في 05 لو انا خليته مثلا فوق ال 90 ورحت مخليه يا جماعه 120 درجه، هتلاقي الجريدينت برضو يكمل معاك لفوق لغايه السيناريو بتاع مثلا ما توصل لي لغايه كام. ها ادي كنترول سي ونجيب من الاخر كده ونقول في 06 احنا هنخليه 180 درجه. في 180 درجه بكنترول اس ريفرش، هتلاقي ان ال 180 درجه هو عباره عن المتمم تماما لاول قيمه اللي هي كان فيها صفر، والزوايا المتممه يا جماعه اكزاكتلي كده اخدناها في هندسه فراغيه وفي الاساسيات في الاول خالص في الرياضه. الزوايا المتممه هي الزاويه اللي لما بتجمعها مع الزاويه اللي انت عايز المتمم بتاعها بيدوا لك قطعه مستقيمه، يعني يدوا لك 180 درجه، فاهمني؟ فانت المتمم لل 180 بيكون عباره عن الصفر، لو جمعتهم مع بعض يدوا لك 180. فعشان كده انت بتقلب زي المنجله، اولها صفر واخرها 180، اولها ايمنها صفر واخرها 180 والعكس، فاهمني؟ فهتلاقي ان ال 180 هو المتمم تماما للصفر، هو الصفر ابتديت ازرق وخلصت اصفر، هنا اتعكست القصه لان الصفر هو المتمم لل 180. ديت النقطه الاولانيه اللي هي كانت خاصه بالامبري فيكسد نيو سنتكس، لما انا ما بحطش الفيندور بريفكسز بتاعي على البراوزر تبعي. والفائده في الموضوع ده انا ديت الطريقه الجديده، يعني الطريقه اللي هنتكلم عنها كمان شويه، ديت اللي هي تعتبر قديمه شويه. بمنتهى البساطه الموضوع مش راح يثبت كده، اي حاجه راح تتطور. الفيرجن اللي احنا شغالين عليه سي اس اس 3 مثلا في يوم من الايام مثلا نسمع عن سي اس اس 4، وهتبقى الجريديانت كور فيه جزء مهم جدا. فطالما جزء مهم انت مش محتاج تتعب نفسك وتحط فيندور بريفكسز، لا ده هتتاصل في جلب كل المتصفحات، والمتصفحات كلها ان شاء الله باذن الله تعمل لها سبورت كامل. ومش بس كده، ده هيضيفوا لها فيتشرز مختلفه كانت خاصه ب، ربما في المستقبل يحطوا لها جريديانت خاصه بالتكست، ربما يحطوا لها دايركشن للكلام، ربما يحطوا لها انيميشن، انا ما اعرفش الكلام ده، ربما وارد انها تتطور. فعشان كده ايه يا جماعه، احنا شلنا الفيندور بريفكسز ديت، ولما نيجي نحط الفيندور الوضع هيتغير شويه. انا بنقول للناس اهو انت عندك الطريقتين عشان ما حدش يتوه مني، تمام؟ اوكي نيجي للنقطه الثانيه، نبتدي بقى التوهان. تمام النقطه الثانيه انا هحاول اغير الالوان يا جماعه. النقطه الثانيه اللي هي كانت عباره عن البريفكسد ميدل سينتاكس، اسمها البريفكسد ميدل سينتاكس. ديت بقى بريفكسد، بريفكسد يعني هنحط فيها فيندور بريفكسز. هنحط فيها فيندور بريفكسز، تمام؟ إيه الطريقه ديت اهو نصين وبالله نكتبهم يا جماعه، بتحدد الدرجه صفر الزيرو ديجري على انها من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، وبعدين بقيه الدرجات كلها بتعمل لك جريديانت كاونتر كلوك وايز عكس اتجاه حركه عقارب الساعه. يعني مثلا انت بتبتدي صفر من الشمال لليمين، فهتلاقي ان ال 90 بتعمل لك جريديانت من فين؟ من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ بالظبط كده، من تحت لفوق. هتبان ان شاء الله باذن الله في المثال السابع، ناخده بكوبي كده. وعلشان كده احنا محتاجين الفيندور بريفكسز ويب كيت، لان احنا شغالين على الطريقه الثانيه، فهنحط ويب كيت يا جماعه. وخلونا نغير الالوان عشان الناس تاخد بالها، ناخد يلو مع اللون الريد مع اللون الاحمر، وهنبتدي بصفر ديجري، تمام؟ اوكي ديت بالنسبه ل 07، واعمل كنترول اس. هو دي الفرق يا جماعه، هو في 07 غير 01 والله، على الرغم ان انت اهو انت كل اللي عملته ان انت حطيت ويب كيت في الصفر. هنا كنت شغال من تحت لفوق، هنا بالفيندور بريفكسز انت شغال من الشمال لليمين، ده اللي انا كنت بقصره واقوله للناس، متفقين؟ فطالما انت حطيت الفيندور بريفكسز يبقى انت شغال على الطريقه بتاعت البريفكسد من السنتكس. جميل خالص. وديت معناها ان التدرج بتاعك راح يبتدي من الشمال لليمين، يعني اقصد ان الدرجه صفر من الشمال لليمين، وبعدين الجريديانت راح يمشي عكس عقارب الساعه، فاهمني؟ يعني هو مش بيلف مع، لا هيلف عكس، وده اللي احنا هنحاول نقصله بنفس الامثله كمان شويه. يعني المثال الثامن هنروح نستخدم فيه ال 20 يا جماعه، ال 20 درجه. ف
فاهمني؟ ففي ال 20 في ال 20 فوق الجريديانت كان ماشي عكس، كان ماشي مع عقارب الساعه. في 0.8 بص الجريديانت راح يمشي العكس، الجريديانت بيمشي عكس عقارب الساعه، يعني تحس ان هو مش طالع لفوق، ده بيمشي اليمين. ده بالنسبه ل 20 هبان اكتر لو انا زودت القيمه ومشيت على نفس السيناريو في 0.9 ورحت خليتها 50 ديجري. ادي كنترول اس ونبص على 0.9 هنلاقي الجريديانت اهو اللون الاحمر بيبتدي يقرب شويه، يعني انت فاهمني. طيب ماشي، ما تيجي نخلص الكلام ونخليها 90 في المثال بتاع 10 في الديفيجن العاشر، هنروح نخليها 90 درجه. ادي كنترول اس، وفي ال 90 هتلاقي ان المساله بقت افقيه. بيجي لقيت ان اللون الاحمر طلع لك من فوق واللون الاصفر نزل لك لتحت، فاهميني يا جماعه؟ ديت نفس السيناريو بالظبط اللي احنا كنا بنكرره، بس مع اختلاف القصه بتاعت موضوع ان الزوايا بقت بتلف عكس عقارب الساعه. انت ابتديت تلف، انت بتقول له ان اللون الاصفر، فاللون الاصفر هو طلع لك من تحت وطلع لك اللون الاحمر من فوق، وانت كل مالك ما بتلف، بس ايه بقى المره دي عكس عقارب الساعه مش بتمشي معاها. نفس السيناريو اللي انا كملت يا جماعه على 11. طيب وخلونا نكبر القيم ونمشي على نفس القيم اللي احنا كنا شغالين عليها، نبتدي مثلا ب 120 درجه في 11، وفي 120 درجه في 11 اهو هيجيب لك لو الاصفر في الكيرف هنا واللون الاحمر من فوق. نجيب من الاخر كده ونروح حاطين ال 180 يا جماعه. ال 180 اللي هي عباره عن ايه؟ بالظبط كده، ال 180 هيكون عباره عن المكمل بتاعك للقيمه صفر. فالصفر كان فين؟ الصفر في الويب كيت كان عباره عن اهو المثال اللي هو كان 0.7، فالصفر كان في 0.7. المفروض ان 12 تبقى عكس 0.8 بالظبط. ادي 0.7 كنت بتبتدي الجريدينت من على اليمين اصفر لغايه ما توصل لدرجات اللون الاحمر، هنا ابتديت احمر لغايه لما توصل لدرجات اللون الاصفر. ده اللي احنا بنحاول نقصره في مفهوم حلقه اليوم. تمام، ديت اول نقطه حبينا نوضح بيها جزئيه من سؤال زهره. تمام، طيب جميل، هنكمله تاني كده. الاكزامبل اللي جاي هيحاول يضم الاثنين يا جماعه مع بعض. تمام، ادي بكنترول سي علشان نوضح المفهوم تاني. في المثال 13 هنضم الاثنين مع بعض، 13 و14. المره دي انا هشيل الجريديانت ويب كيت، هشيله واقول للناس لو انا كنت شغال على صفر اهو، هنقصل المفهوم كله تاني، صفر ديجري ريد يلو، وانا هنسخه مره تانية عشان نقارن ما بين، نشوف الفرق ما بين الاثنين. كنترول في، والمره دي اهو هحط الفيندور بريفكسس ويب كيت على صفر ديجري. كده الاثنين نفس القصه بالظبط، بس واحد فيه الفيندور بريفكسس وواحد ما فيهوش. 13 و14 نركز في الاثنين كده يا جماعه، 13 و14 الاثنين اللي جنب بعض دول، الاثنين اللي جنب بعض دول عكس بعض. لو انا مش مستخدم فيندور بريفكسس، ها الجريديانت بتاعي راح يمشي ها من تحت لفوق. لو انا مستخدم فيندور بريفكسس الجريديانت بتاعي راح يمشي من الشمال لليمين. متفقين؟ جميل. في الحاله الاولانيه اللي هي الانبريفكسس الجريديانت بتاعي بيمشي في اتجاه حركه عقارب الساعه. في الحاله الثانيه اللي هي البريفكسد، لو انا لما استخدم فيها فيندور بريفكسس الجريديانت بتاعي راح يمشي عكس اتجاه حركه عقارب الساعه. وده المثالين اللي احنا اصلنا بيهم السيشن بتاع حلقه اليوم. جميل، ممتاز، خلاص نجي ننتقل لنقطه اعمق شويه. ماشي، الله المستعان. ناخد مثلا المثال اللي ما فيهوش الفيندور بريفكسس. تمام، ادي كنترول سي وفي بقى في مثال 15 ده يا جماعه راح نعمل فيه ايه؟ راح نقول له المره دي هناخد 45 ديجري، 45 ديجري على ثلاث الوان. متفقين؟ يلو وهنضيف لون تاني هنخليه مثلا لون الجرين. تمام، والمعنى سهل، في 15 عادي اللي هيمشي على لون على اثنين راح يمشي على ثلاثة، انا مش مشكله. تمام، السيناريو بتاعي مشي بالكيفيه اللي احنا كنا بنحكي فيها او بنتكلم فيها. تمام يا جماعه، اوكي. طيب لو انا انت عايز تقول ايه بالظبط كده؟ يا رب تكون فهمتني. لو انا عملت كوبي للقصه دي، انا بحاول اسهل الامور شويه ورحت حطيت الويب كيت فيندور بريفكسس، بس انا يعني مش هغير في الزاويه، انا هسيب كل حاجه زي ما هي بس باستثناء اني حطيت الفيندور بريفكسس، وطبعا هغير عشان تكون 16 وركز بلاقي في فرق ما بين 15 و16 اللي هيكونوا جنب بعض دول. في فرق؟ لا مفيش فرق ما بين الاثنين. طب ايه القصه؟ ما مفيش فرق علشان الزاويه بالظبط كده. عشان كده يا جماعه هنحاول نقصر مفهوم جميل خالص، هنطلع معادلتين والمعادلتين دولت انا مش هكتبهم. تمام، هخليك انت تكتبهم.
النيو انجل. النيو انجل يعني هي اللي بتستخدم الطريقه الاولانيه اللي هي الامبريفكسد اللي ما فيهاش بين دول بريفكسز. لو انا عايز احول ما بين الاثنين، النيو انجل بتساوي 90 ناقص الميدل انجل، والعكس صحيح، الميدل انجل بتساوي 90 ناقص النيو انجل. يعني لو انت عايز تحول ما بين الطريقتين عندك المعادلتين دولت، المعادلتين بيقولوا لك لو انت عايز تحول من واحده للثانيه اطرح منها 90. متفقين؟ طب ايه اللي حصل هنا؟ اكزاكتلي اللي حصل، انت عندك 45 فتروح طرح منها 90 هيبقى 45، لان زاويه 45 سهله. طيب ماشي، ايه رايك لو انت عايز تستخدم الويب كيت باج؟ اثبت لي باج. ماشي، انا هحط ويب كيت وهروح مستخدم قيمه سالبه المره دي، سالب 225. تمام، وانا عايز اجيب المساوي ليها من غير الويب كيت يا جماعه. تمام، بيبقى هتساوي كام؟ طيب خلونا نشوفها كده في المثال 17، وهناخد 16 ده اللي هو لا هناخد 15 اللي ما فيهوش الفيندور بريفكس. ادي كنترول سي، وده هيكون المثال رقم 18. تمام، واحنا عايزين نشوف الزاويه ديت عباره عن ايه. هنروح نرجع للمعادله بتاعتنا. واحنا الويب كيت، يبقى احنا شغالين على النيو انجل، احنا في الفيندور بريفكسز لا كده شغالين على الميدل. طب احنا عايزين النيو انجل، طالما عايزين النيو انجل يبقى نعمل ايه؟ نقول 90 ناقص الميدل انجل، والميدل انجل عباره عن سالب 255، يبقى المعادله بتاعي هيكون عباره عن 90 ناقص ناقص 255، وناقص ناقص يعني زائد، يبقى 90 زائد 255 تديني كام؟ تديني 300. المفروض انها تديني 315 على حد علمي، على حد علم الآلة يعني. فكده يجي معانا 315 ديجري. المفروض ما نلاقيش فرق جامد ما بين 17 و18، المثالين اللي زي بعض المفروض نلاقيهم زي بعض بالظبط كده، المثالين دول زي بعض كده. انت عندك الابيليتي، عندك القدرة ان انت تستخدم الطريقتين مع بعض، تمام، وتعرف تحول ما بين الاثنين، وعرفت كل الطريقة بتشتغل ازاي. فانا كده ما اجلكش عليك في المستقبل لو هم حاولوا يغيروا الفيندور بريفكسز او مش حاولوا يغيروها، في كل الاحوال انت تعرف تشتغل عليها كويس وعندك الابيليتيز دي. تمام، جميل خالص. نمشي بمفهوم اعمق شويه، او يعني احنا هنحاول نقصره تاني. وسبق ان احنا اتكلمنا عنه برضو في السيشن اللي فات، المفهوم بتاع الكالر ستوبس. احنا عارفين خلاص ان عارفين كويس خلاص ان الجريدينت ده يا جماعه عباره عن تدرج لدرجات لونيه. ايه بقى هي الكالر ستوب؟ هنحاول نحط لها تعريف. الكالر ستوب بمنتهى البساطه هي عباره عن نقط معينه على خط الجريدينت، على خط التدرج، بقدر من خلالها اني احدد لون معين للجريدينت داخل النقطه دي. يعني ببتدي احدد لون جوه كل نقطه معينه. طبعا علشان اقدر احدد اللون ده المفروض اني احدد، اقدر اعمل كنترول على النقط دي. فاهمني؟ طب جميل خالص، ازاي انت ممكن تعمل كنترول على النقط دي؟ انت ممكن تحدد الكالر ستوبس ديت بواحده من طريقتين. متفقين؟ جميل. ايه بقى الطريقتين دولت؟ اول طريقه فيهم عباره عن البرسنتج لينكس. البرسنتج لينكس اللي هو النسبه في المية. طب بالله نكتب السطرين اللي جايين دلوقتي يا جماعه. ده معناه ان نقطه البدايه اللي راح يبدا منها اول لون هتكون النقطه 0 امبرسنت، 0%، ونقطه النهايه اللي راح ينتهي عندها اخر يون هتكون النقطه 100%. انت فاهمني؟ طيب ماشي، خلونا ندي مثلا مثال على القصه دي يا جماعه. ناخد مثلا ويب كيت، هناخد 17، ادي كنترول سي، وده هيبقى 19 في الديفيجن معانا. ويب كيت لينير جريدينت، طبعا انا مش محتاج ديجري دلوقتي، انا ايه ولا محتاج قيمه سالبه، هاخد بمنتهى البساطه هقول له توب. معلش انا بس بحاول امثل ومش عايز الامور تبقى صعبه شويه. من التوب هقول له والله يا جماعه يلو، ومثلا خلينا نقول لون زي اللون الابيض، وايت واورنج او جرين، مفيش مشاكل، دول ثلاث الوان. متفقين؟ هروح اعمل ايه؟ هروح عند اللون وايت، اخد مسافه واقول له 80 امبرسنتج، 80%، والكلام ده على رينج 19. ركز معايا في 19 كده، هتلاقي اني المساله مشيت معاك، الجريدينت مشي معاك كده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بالله تاني، لا ناخد بالنا من التقصير اللي جاي ده، بالله تاني لا تكتبه في ورقه عندك بعد اذنك يعني. ناخد بالنا ان اول نقطه واخر نقطه مش محتاجين تصريح، مش محتاجين ديكلاريشن، مش محتاجين تعريف. ليه؟ لان قيمهم معروفه. اول نقطه بتكون عباره عن 0 اندرسنت، وتاني نقطه بتكون عباره عن 100%. اللي انت محتاجه اللون اللي في النص، انت محتاج تحط له البرسنتج بتاعه، انت عايزه يكون فين من النص. لو انت عايزه طبعا النص الاولاني
هتستخدم كام؟ هتستخدم قيمة في المية معاك من 50، من صفر لغاية 50% عشان يبقى قرشك في النص اللي من فوق. ده احنا في النص اللي من فوق اللي احنا شغالين افقي من فوق لتحت، اسف رأسي من فوق لتحت ايا يكن بقى. لو انت عايز طبعا النص التاني هتحط له قيمة من 50 لغاية 100% علشان كده قرشك. فالمهم اللي حصل معانا ان اللون ده بيجي 80%، فعشان كده جرب من اللون اللي من جرب من اللون الايه؟ من اللون الجرين. متفقين يا جماعة؟ جميل خالص. انت عايز ماشي، الله المستعان. انا مش هطول في النقطه ديت واقول اني تمام كده ان شاء الله باذن الله. النقطه ديت هنحاول نغطيها، ده اول طريقه تمام. لو انا كنت مستخدم امبرسنت مش هنحاول نطول فيها يعني. النقطه الثانيه، الطريقه الثانيه كانت الابسوليوت لينجث. الابسوليوت لينجث ساعتها انت مش هتستخدم امبرسنت، هتستخدم هتستخدم قياسات ممكن تكون مطلقة يعني تمام. مطلقة مش معنى مطلقة مطلقة مطلقة، ممكن يكون فيها نسبة. بصراحة انا شفت الاي ام ديت مكتوب في الجريدينت من شخصي، من الراجل صاحب الشانل دي على اليوتيوب اسمه ادم خوري. بصراحة يا جماعة الراجل ده اسطورة يعني في الـ في الـ في الـ في الكورسز بتاعت السي اس اس، بس بجد يعني رائع جدا يعني. هو واحد من ضمن الناس اللي كانت بتكتب اي ام في الجريدينت. والطريقة الثانية الشخص الثاني كان جيمس ويليامز، الشخص اللي احنا اساسا بنستنبط منه الكورسات ديت يعني. احنا واخدين التايم لاين بتاعه هو وبنحاول نعربه بمنتهى البساطة بصراحة يعني. هم اللي كتبوا الاي ام في الجريدينت، وانا بصراحه مش هتكلم عن ازاي تكتب اي ام، انا مش مشواري. لكن انا بنقول للناس ان هو بيستخدم سوليد، ارقام سوليد، فاهمني؟ ماشي اوكي. او انا هعمل كنترول زد المفروض. انا اسف ديت انا غيرت في ايه بالظبط؟ انا 80%. انا هنسخ ده يا جماعه، وصلت ل 19، رجعوني تاني للاندكس بتاعي. انا وصلت ل 19، فانا هاخد نسخه من 19 يا جماعه وخليها 20 عشان اتكلم على النقطه الثانيه اللي هي الابسوليوت. في الابسوليوت ساعتها انت بتكتب قيم معينه ساعتها. لو انا في 19 اوكي، لو انا كده كتبت يا جماعه 20 بس بكسل قيم معينه واخدت الكوما بتاعتي تمام، اعمل كنترول اس. الجماعه الاجانب يا جماعه بيعملوا ايه دايما؟ بتحس بان هم ياخدوا بعد اللي مش عارف ايه كوما من يعني ماشي يعني بعد قبل بعد الكوما بياخدوا مسافه يعني تمام. اوكي، فانت معاك اللون الابيض هياخد 80 اندكسل فاهمني. فبص كده على 20 تمام، ف20 مش هتلاقي فرق ما بين 19 و 20 لان انت كده يا رب تكون فهمتني اكزاكتلي بالظبط، لاني انا شغال على هاي 100 بكسل فاهمني. فال100 بكسل كل بكسل بيمثل 1%، فعشان كده لو انت قلت له 80% هي عباره عن 80 بكسل، لان انت لو بتحول هتقسم لي 80% على 100 فال100 هتروح مع ال100 وتبقى معاه 80 بكسل اكزاكتلي كده. لو انت مثلا كنت عايز تقول له 20 بكسل فهو هيبتدي لك ال20 بكسل من فوق فاهمني يا جماعه. الله المستعان. ديت الفكره او دي النقطه اللي احنا حابين نقصرها مره ثانيه تمام. دول بالنسبه للنقط اللي حابين نرجعهم ردا على سؤال زهراء. النقط الجديده بقى اللي احنا ما اتكلمناش عنها كانت خاصه بريبيتنج لينير جريدينت. المشوار بتاع ريبيتنج لينير جريدينت ده مشوار جميل ولذيذ وجميل خالص تمام. كل اللي احنا محتاجينه علشان نبتدي نعمل ريبيتنج لينير جريدينت ان احنا نكتب بريبيت. طيب معنى ادق ايه القصه؟ خلونا ننسخ اول ديفيجن خالص اللي هو ناخد كنترول سي 01 وده هيت هنحطه هنا وهو هيكون دلوقتي 21. و بنقول اللي احنا محتاجينه انا هشيل الزاويه دلوقتي واشيل الكومه بتاعي واقول ان انت كل اللي انت محتاجه ان انت تكتب له كلمه ريبيتنج ريبيتنج وداش لينير جريدينت. وخليني اقصل المفهوم اكتر وانا هحط الويب كيت، احط ويب كيت فيندور بريفكسز تمام. قلت له ويب كيت ريبيتنج لينير جريدينت على 21. لو انا عملت ريفرش هلاقي ان ده جريدينت. بس يا عم فين الريبيت اللي انت بتحكي عليه؟ اقول لك ما انت ما حطيتليش لسه نهايات يعني. انت انا هكرر ازاي وانت لسه ما حطيتليش ليميتيشنز؟ يعني انت عايز ايه؟ بالظبط كده، انا عايزك تحط لي قيود علشان ابتدي احط لك الريبيت عشان ابتدي اكرر. طب يعني انت عايز مني ايه؟ توضح ان شاء الله باذن الله في المثال اللي جاي. يعني لو انا قلت له يا جماعه عند اللون البلو تمام ورحت واخد مسافه وقلت له 10 بكسل، يعني اخر اللون الازرق 10 بكسل يا جماعه، اخر النهايه 10 بكسل فاهمني. وانا مستخدم ريبيتنج، فنبص على 22 هيحصل فيه ايه.
في 22 اول ما السيناريو اللي حصل بمنتهى البساطه، ابتدى لي اللون الاصفر من اول صفر بكسل، وبعدين اول ما وصل ال 10 بكسل راح خلص لك اللون الايه اللون الازرق، بصر الكود رجع لان انت ما كملش دايركتلي على طول الباقي باللون الازرق السوليد. ليه؟ لانك انت كنت حاطط له ريبيتنج، فاهمني؟ لو انت شلت ريبيتنج ديت بالله وادي كنترول اكس، وبص اللي هيحصل في 22 هكمل لك اللون الازرق باللون الازرق سوليد، فاهمني؟ لكن لا مش هيكملها لانك انت حاطط له ريبيتنج، فعشان كده راح اول ما خلص ال 10 بكسل ابتدى لك اللون الاصفر مره تاني من القيمه 11 بكسل، فاهمني؟ فراح كرر لك الجريدنت. المفروض لو عديت دول تلاقيهم كام؟ تلاقيهم 10 مرات، لان الهاي بتاعك اساسا من فوق كان عباره عن 100 بكسل، فاهم الكراره كام؟ كده المفروض انها تكون مكرره 10 مرات. اكزاكتلي exactly. عايز تقول ايه؟ اه ماشي، توضح اكتر بالمثال 23. لو انا قلت له والله ديت خليها مثلا 20 بكسل، تمام؟ لو انا قلت له ديت 20 بكسل ففي 23 هتلاقيه متكرر 1 2 3 4 5 مرات. دي سهله شويه، ادي سهله شويه، جميل خالص. طب انت عايز تمشيها ازاي؟ اه بالظبط، طالما انت استخدمت 20 بكسل ممكن تستخدمها ان بيرسنت، ممكن تستخدم ان بيرسنت. طيب هتشوف فرق طيب ما بين 23، او انا هتخليني ارجع 20 بكسل مره تاني وانسخها علشان واحطها في 24 علشان اقول للناس اني اه بالظبط كده، يا رب يكونوا فهموني ان مفيش فرق ما بين 20% و 20 بكسل دلوقتي هنا بس. ليه؟ في 24 طبعا اني انا ممكن اكون في 24 بس ماشي اوكي، ممكن يكون 25 متكرر معايا لو ما كتبتش فيه. اه 25 ده مشكله في الديفيجن. الشاهد يا جماعه معايا اني 24 هو شبه 23. ليه يا جماعه؟ لاني انا شغال، لان ال 20 بكسل هي 20%، لاني بمنتهى البساطه ان الارتفاع بتاعي كان عباره عن 100%، فال 1% عباره عن 1 بكسل. لكن هتختلف الوضع لو انت كنت شغال على هاي مختلف او ويتس مختلف. ده القصه بمنتهى البساطه. طيب علشان نجيب من الاخر ونجيب من النهايه كده، هنحاول نخلي الامور مثلا واضحه شويه في ال 25 ونقول له لو كانت القصه عباره عن قيمه سوليد عباره عن 2% وفيك انت تعد الجريدينت دول، طبعا لو انت كنت من اصحاب النفس الطويل يعني وربنا ادالك نظر هتقعد تعدهم بقى الى ما شاء الله. لو قسمتهم هتلاقي ان هم 100 على 2 عباره عن 50 رقم، وربنا يعينك يعني. تمام، بدات الشهاده يا جماعه بخصوص اللينير جريدينت. انا اسف جدا على التطويل بتاع الحلقات ديت، مشكور جدا زهره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.